مع فرقة ساقي الكوثر تكمن فقرتنا التالية، فاستقبلوها بالصلاة على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. فرقة ساقي الكوثر تشارككم بقصيدة تحت عنوان ميلاد الهدى للشاعر محمد مرهون. يقول الشاعر: خير ما أسميت ولدي أحمد محمود، تلك أسماء المعالي والتقى والجود، حينما ترزق يوما بالهنا مولود، سمه طه فخارا وادرك المقصود. ويقول كذلك: به الورى خرجوا من عتمة الظلم، وطاولوا قلل الأخلاق والكرم، صلوا عليه بقلب خاشع وفم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من نوره أيقظ الإصباح خالقه، وأعجز السبع للعليا تسامقه، يفيض بالهدي والإيمان رامقه، فكوثر الوحي من سيماه مندلق. الظلم وطاولوا قلل الأخلاق والكرم، صلوا عليه بقلب خاشع وفم. فقد أضاء بميلاد الهدى الأفق، قد أضاء بميلاد الهدى الأفق، محمد جئتنا بدر التمام، محمد رحمة جئت لنا، محمد لك أسجينا السلام، محمد عاجز عنك الكلام، محمد في هواكم لا نلام، حيث ألفين الغرام، محمد للموالي كالمدام. أيها المولود غوثا لبني التوحيد، واشتياقي دون ما تقي، كيف لي ألقاك صابا كلقاء العين، والجوايا نور عيني خالق للجيل. إلي
إليك يا سيدي العهد ومنيتي شافعيا يغدو ودلني هدني البعد فقاربي لم يصل بعد فقاربي لم يصل بعد اسمي محمد ما أحلى في شفتي اسم النبي أبي الزغراء سيدتي والمسار وذا القرآن خارطتي لوجهة شطر وجه الله أطلبها خير الأسامي الذي بالعز جل لنا وأظهر الحق في الدنيا وأنقذنا فلا تكن بيننا أسماؤه دمنا والروح للمصطفى المختار ننسبها والروح للمصطفى المختار ننسبها محمد أنت اسم من ضياء محمد ملهم للعظماء محمد نجمة تذكي المساء قلب الوفا محمد خاتم للأنبياء محمد للصدى في كرتوى محمد حاء عشق ثم با محمد قد خلقت كما تشاء خير ما أسميت ولدي أحمد محمود حينما ترزاق يوما بالهنى المولود سمه طه فخارا وادرك المقصود بأحمد حظك الخير وآله في العناء فحبهم بالردى عمر وكلهم للهدى بدر وكلهم للهدى بدر يا آل بيت رسول لله حب فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشان أنكم
من لم يصلي عليكم لا صلاة له. في ذكر خير الناس محمد وآل محمد.